السلام عليكم متابعي قناة تجزئتك. بعد إعلان شركتها على هواتف الجالكسي الجديدة، بطبيعة الحال لم تصدر الأسواق بعد، وذلك مما جعل الشركة تفعل خاصية الطلب المسبق. وما صادفناه أن بعض الجزائريين اقتنوا الهاتف وعرضوه في الجزائر للبيع وبأسعار مرتفعة جدا. هاتف الجالكسي S8 أصبح متوفرا في الجزائر. تعرف على مزيد من المعلومات معي أنا إيهاب من قناة تجزئتك. انتشرت بعض الصور على مواقع التواصل الاجتماعي لمحل حصل على هاتف الجالكسي S8 قبل موعد صدوره للبيع، ومن البديهي أن يكون سعره مرتفعا ورهيب. أصدقائي، صاحب المحل حصل على الهاتف من خلال خدمة الطلب المسبق، وذلك من خلال دولة أجنبية أخرى، وأيضا يعتبر هو الهاتف الوحيد المتوفر في الجزائر، يعني هذا الهاتف لم يدخل الجزائر ولو نسخة واحدة منه فقط. من خلال المعلومات التي وصلتنا بالنسبة للسعر، فبطبيعة الحال وبالتأكيد يكون مرتفعا جدا. هنا نتحدث على أن الاس 8 يأتي بسعر 175 ألف دينار جزائري أو 17 مليون و 500 ألف سنتيم. واو، سعر مرتفع جدا. أما الاس 8 بلس فيفوق سعره 20 مليون سنتيم أو 200 ألف دينار جزائري. هذا كان سعر أول هاتف من الجالكسي اس 8 يصل إلى هنا الجزائر. فما هو سعر الهاتف الحقيقي؟ هذا ما سنراه من خلال شركة سامسونج في الأيام القادمة. سؤال الحلقة يقول: هل تعتقد حقا أن هاتف الجالكسي الجديد سيحقق نجاحا كبيرا هنا في الجزائر؟ شاركنا رأيك أسفل التعليقات. أفضل تعليق سأشاركه معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا على المشاهدة، ادعمني باشتراك في القناة ولايك لتشجيعي للأفضل. كان معكم إيهاب من قناة تجزئتك، ألقاكم في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.